مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير حلوه جدا سهله وسريعه. اذا عنا موزه وكوب حليب، لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله. اول شيء بدنا نعمل موزه بهذا الشكل، حلو كتير سهل وسريع وطيبة. هلا بحط الموزة بالطنجرة. كمان بحط الحليب. بسم الله. 3 معالق طعام سكر. 2 3 ملعقة طعام نشا. ملعقة طعام طحين. ملعقة طعام كاكاو. كمان بحركن مع بعض شي خفيف وبرجع بحركن على الغاز. هلا بحطن على الغاز وبحركن تحريك مستمر. بصر المزيج بهذا الشكل. هلا بحط فوقهم كمان ملعقة صغيرة زبدة. كفي التحريك لتذوب الزبدة. بس دابت الزبدة هلا بحطهم بكاسات. بسم الله. إذا منحب الحلو أكتر فينا نزيد ملعقة كمان سكر. هلا بحطن على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة وبرجع بحطن بالبراد، وقبل التقديم منزينن مع بعض. هيدي الحلوة بعد ما بردت هلا بدنا نزينها، اكيد التزيين حسب الرغبة. زيناها بهيدي الطريقة، كمان برش شوكولا. هيدي الحلو اللي عملتها انا وياكم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم وصارت جاهزه للتقديم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعث تعليق اذا عجبته الطريقه ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.